السلام عليكم. شركة نوف العالمية المختصة في إنتاج المواد البناء تنشئ أكبر مصنع لها لإنتاج المواد الجبسية في إفريقيا وفي الشرق الأوسط. إذا تنشئ مصنع في وهران، وهذه مدة 4 سنوات، والآن المصنع هذا انطلق في العملية الإنتاجية ويصدر لعدة دول في العالم. نترككم تتابعون تفاصيل هذا الاستثمار الكبير في إنتاج المواد الجبسية، والسلام عليكم. ريادة في الإنتاج والتسويق، جودة عالمية ودعامة أخرى لتقوية هياكل التصنيع من خلال الشراكات المثمرة. هذا المصنع الواقع ببنفريحة بولاية وهران والمتخصص في صناعة الجبس والصفائح الجبسية، الشراكة الجزائرية الألمانية الأكبر إفريقيا وشرق أوسطيا، أصبحت تصدر لدول العالم بعد تحقيقها للاكتفاء في السوق الوطنية. اليوم عندنا طاقة إنتاج كبيرة مما فيها 600,000 طن من الجبس بكل أنواعه، و35 مليون متر مربع من الصفائح الجبسية. فيما يخص التصدير، بالنسبة لسنة 2022 قمنا بتصدير حوالي 7 مليون متر مربع، وكما قلت شركة كنوف تصدر إلى بلدان إفريقية ومعظمها البلدان الغربية. الشركة وبفضل آليات الدعم والمرافقة من خلال الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة الجزائرية السنوات الأخيرة في ميدان التصنيع، سجل ميزان إيراداتها مداخيل هامة من التصدير يواصل في النمو والارتفاع نهاية هذه السنة، خاصة بعد التكنولوجيات الحديثة التي أدرجت ضمن منتوجاتها ذات الجودة العالمية. شركة كنوف قامت بترتفع نسبة الإنتاج وكمية الإنتاج، طاقة الإنتاج، من 20 مليون متر مربع إلى 35 مليون متر مربع. 2022 كان عندنا غوكور في التصدير، ومازال التصدير يكون في السنوات القادمة، هو هدنا في 2023 ويكون في السنوات القادمة، لأن اليوم كاين قدرة إنتاج مهمة وكبيرة في الجزائر. هذا وتعتبر الشركة تكوين العامل البشري من بين أولوياتها، حيث تضمن تكوينات مجانية لخبراء البناء والشباب المتخصص في الجبس ومشتقاته.